فيش. You have to have the career and able to support your family. لازم تختاره. لا مش هختار. أنا اخترت career. اخترت career and able to support my family. I have no other option. لو خدت career مش هيبقى عندك family. ولو اخدت فاميلي مش هيبقى عندك كارير. ما ينفعش ما يبقاش عندك كارير اصلا. ليه ومين اللي هيبقى بيصرف على عيلتي؟ البارتنر الثاني. البارتنر الثاني لا انا احب يبقى عندي كارير. يبقى تختاري كارير اوفر فاميلي. وانا I will choose career over family. هقول لك confession. I've never said before. I never intended to be married ever. Ever. انا اتجوزت عند في اهلي. انا my life was في حته ثانيه خالص. I was a career girl from zero day. وبوكورم وبحب القرايه وبحب الشغل وبشتغل من وانا عندي 16 سنه وشايفه انه وابويا رباني على انه الست has to have a career and has to have a يبقى عندها her own financial independence فاهمة؟ فأنا لولا أن أنا حصل الموقف ده فأنا اتجوزت غصبا عن أهلي مش يعني عندي يعني خلص عشان هم قالوا لي لا وده was the first time in my dad's life or my life أن أبوي يقول لي no و for me it was like أنت بتفرض علي أنت عمرك ما فرضت علي دلوقتي بتقول لي لا طب أنا هتجوز ف that was a life altering decision في حياتي وخلى حياتي تروح من اتجاه كانت فيه لاتجاه تاني خالص بس الاتجاه ده هو اللي خلى بقى عندي اولاد لان انا لو كنت مشيت في الاتجاه الاولاني انا كنت مليون في المية مش هجوز ever or have a family ever فده القرار ده يمكن كان ان انا جوزت بالعند في اهلي كان يمكن احسن قرار خدته عشان for this I have the bless of my boys وانه اكيد اكيد الست تقدر تعمل كل حاجه زي ما انت دلوقتي بتعملي كده عندها كارير وعندها متجوزه وعندها عيال بس وانا صغيره ما كنت شايفه ان ده بيعطل بس ده بيعطل تفتكري بيعطل فعلا الست بيعطل طبعا يعني انت nursing being pregnant and nursing and taking care of this baby until he can speak and tell you what he wants this is like عندك سنتين ونص ثلاث سنين من حياتك شغلك واقف على جنب عشان انت you're taking care of the kids.